بنوتة بتقولي طالعة تعملي فيديو عشان سندوتش جبنة، انا عندي شوية عيش او ما اعمل فيديو. طب بصي بقى، انا اقولك حاجة عمرك ما كلتيها ولا دقتيها، مية وتغلي على النار مش في الكاتب، وكمان كنكة كده لبن، وهاتي بقى المج بتاعك اهو، مج توي ستوري الى لا نهائية وما بعدها. شايفة المج؟ احلى مج عندك واشيك مج. هاتي حطي فيه معلقة سكر، عشان احنا عاملين ايه، احنا عاملين دايت، ومعلقة شاي. انزلي بقى كده بانسيابية كده بالمية السخنة على الشاي، وقلبي في اتجاه عقارب الساعة علشان الشاي ده، وانزلي بقى باللبن يتوغل وسط الشاي فيدوب فيعمل هذا اللون الكريمي، وشيلي بقى الفقاقيع دي. اهو شاي باللبن، شفتيه انت قبل كده؟ شربتيه قبل كده؟ واحدة تانية تقول لي ما تفطري فول. ادي يا ستي الفول، حطينا عليه شوية مية عشان ايه، القوام يخف بس، ونص ليمونة اللي كانت هتبوظ في التلاجة عصرناه، وادي كمان شلنا البذر بتاعها علشان بس ما يمررش عيشتنا، وانزلي بشوية زيت حار وحبة كمون كان اخر حبة عندنا، وشوية ملح. يلا وقلب، وقعنا الزيت مش مشكلة، هنمسحه ولا حاجة هتضايقنا ولا حاجة هتعصبنا، وعملنا طبق فول. والطبق ده بقى يتاكل معاه كده الطماطم كده، لا تتقطع ولا حاجة، هي بتتاكل قطمة كده، وتجيبي فحل بصل وتقومي بقى دقة كده هو بكل عزمك وقوتك، كل قوتك تدوسي كده على البصل تتشق نصين، تاكليها كده من غير سكاكين من غير حاجة. وتجيبي بقى حتة جبنة عشان بس تقولي لي انت بتعملي سندوتشات اهي الجبنه اللي انت طالباها، وتقطعي العيش كده. مش هنحط بقى الحته دي كلها عشان احنا عاملين دايت، لا احنا ايه، هنغمس هنغمس كده، وتعملي كده العيش ودن قطه، وتقعدي بقى كده تاكلي 5 ترغيفه. اقل من 5 ترغيفه يبقى انت مش عامله دايت، لازم خمس، الاكله دي عايزه 5 ترغيفه. وادي الشاي اهو الى النهايه وما بعدها، وبس كده. ايه رايكم بقى في الوصفات الجديده دي؟ افتكر محدش عملها لكم قبل كده. وعشان بقى اكافئ نفسي على هذه الوصفات العبقريه الفذه، جبت الكوكيز ده، لقيته في سوبر ماركت بتاع العبد ب 10 جنيه في 6، لقيته غني كده بالشوكولاته وقطع الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. قلت لا، احنا زي الناس العاديه، احنا زي الناس العاديه ناكل الكوكيز، نفتح كده الكيس وناكله، هنعمل احنا زي الناس العاديين، احنا الناس عاديين. لا، جبت بقى ايس كريم كراميل، وحطيت بولة كده، وقمت بقى قافلاهم، وتفتحي بقك 10 سنتي كده، وتقومي واكله بقى، ولا حاجه تعصبك ولا حاجه تضايقك، عشان تقولوا لي بعد كده بتعملي سندوتش جبنه. افتكر بقى ما حدش كلمني بعد كده. ماشي، ادينا عملت لكم اللي انتوا عايزينه. ماشي يا وحشين يا قفوشين، ما حدش يقول لي الكلام ده كده تاني.